المدرسة الفلسطينية الابتدائية المشتركة في دولة قطر. الفصل الدراسي الثاني، الصف الثالث الابتدائي، الوحدة السابعة، الضرب. إعداد الأستاذة هدى الميقاتي. الدرس الأول، حقائق الضرب للعدد 2. بداية، ماذا نعني بالضرب؟ سنتحدث أولا عن مفهوم الضرب، ثم مكونات جملة الضرب، وأخيرا حقائق الضرب للعدد 2. نأخذ مثالا للتوضيح. لاحظ معي الصورة الآتية. كم عشا لدي؟ أحسنتم، 3. كم عدد البيض في كل عش؟ أحسنتم، 2. كم عدد البيضات جميعها؟ ماذا سوف أفعل؟ نعم، سأقوم بجمع البيض في كل عش. في العش الأول لدي 2، العش الثاني 2، والعش الثالث 2. إذن 2 زائد 2 زائد 2 تصبح 6. يمكن التعبير عن عدد البيضات جميعها بطريقة مختلفة، وذلك أحولها من جملة جمع إلى جملة ضرب. كيف؟ لدي 3 أعشاش، في كل عش بيضتان، إذن لدي 3 2ات، أي 3 ضرب 2 تصبح 6. إذن ماذا أعني بالضرب؟ الضرب هو عملية جمع مكرر لنفس العدد. نفس العدد أقوم بجمعه عدة مرات. مكونات جملة الضرب. من المثال السابق، مكونات جملة الضرب هي 3 2ات تساوي 3 ضرب 2 يساوي 6. الثلاثة هو المضروب فيه، الاثنان هو المضروب، الستة هي ناتج الضرب. المضروب فيه أعني به عدد المجموعات التي لدي، أو عدد مرات تكرار العدد، أي كان لدي في المثال السابق 3 مجموعات، وأثناء عملية الجمع المتكرر جمعت الاثنان 3 مرات. المضروب هو عدد العناصر المجموعة الواحدة، أو العدد الذي يتكرر. في المثال السابق كان لدي 2 في كل مجموعة، أي العدد الذي قمت بتكراره هو 2. ناتج الضرب هو عدد جميع العناصر في كل المجموعات، أو ناتج الجمع المتكرر، أي في المثال السابق قمت بجمع جميع البيضات يساوي عددها 6. تعرفنا على مفهوم الضرب، وهو عبارة عن عملية جمع مكرر لنفس العدد. ومكونات جملة الضرب، وهي المضروب فيه، المضروب، وناتج الضرب. أما الآن دعونا نتعرف على حقائق الضرب للعدد 2. إذن لدي أولا في هذه الصورة مجموعتين، في كل مجموعة بيضتين، العدد 2. إذن جملة الجمع هي 2 زائد 2 تساوي 4. سأحولها إلى جملة ضرب. عدد المجموعات 2، عدد العناصر في كل مجموعة 2. إذن جملة الضرب هي 2 ضرب 2 تصبح 4.
المثال الثاني لدي ثلاثة مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، إذن جملة الجمع هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان تساوي ستة. تصبح جملة الضرب ثلاث مجموعات ضرب العدد اثنان، إذن ثلاثة ضرب اثنان تساوي ستة. ويمكن أيضا قراءتها ب ثلاث اثنينات، ثلاث اثنينات تساوي ستة. لنكمل معا حقائق الضرب العدد اثنان. الآن أصبح لدي أربع مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، إذن جملة الجمع هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان تساوي ثمانية. جملة الضرب عدد المجموعات أربعة، في كل مجموعة اثنان، إذن أربعة ضرب اثنان وتساوي ثمانية. وأقرأها أربع اثنينات، أربع اثنينات تساوي ثمانية. سأضيف مجموعة أخرى فيصبح لدي خمس مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، جملة الجمع هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان تصبح عشرة. أما جملة الضرب فخمس مجموعات ضرب اثنان تصبح عشرة، إذن خمس اثنينات، خمس اثنينات تساوي عشرة. لنكمل حقائق الضرب للعدد اثنان. أصبح الآن لدي ست مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، جملة الجمع هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان تساوي اثنا عشر. أما جملة الضرب فلدي ست مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، إذن ستة ضرب اثنان تصبح اثنا عشر، إذن ست اثنينات، ست اثنينات تساوي اثنا عشر. نضيف أيضا مجموعة جديدة فيصبح لدي سبع مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، جملة الجمع هي اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان زائد اثنان تساوي أربعة عشر. جملة الضرب سبع مجموعات ضرب عنصران في كل مجموعة تساوي سبعة ضرب اثنان تساوي أربعة عشر، إذن سبع اثنينات، سبع اثنينات تساوي أربعة عشر. لنكمل عزيزي الطالب حقائق الضرب العدد اثنان. أصبح لدي الآن ثمان مجموعات، في كل مجموعة عنصران، جملة الجمع هي اثنان زائد 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 اثنان وتصبح ستة عشر. إذن جملة الضرب لدي ثمان مجموعات، كل مجموعة تحتوي على عنصران، إذن ثمانية ضرب اثنان تساوي ستة عشر، إذن ثمان اثنينات، ثمان اثنينات تساوي ستة عشر. وأخيرا لدي تسع مجموعات، في كل مجموعة العدد اثنان، جملة الجمع هي اثنان زائد 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 اثنان
تساوي 18. جملة الضرب هي 9 مجموعات، كل مجموعة فيها عنصران، 9 ضرب 2 تساوي 18. إذن 9 اثنينات تساوي 18. جدول الضرب العدد 2 هو 1 ضرب 2 تساوي 2، 2 ضرب 2 يساوي 4، 3 ضرب 2 يساوي 6، 4 ضرب 2 يساوي 8، 5 ضرب 2 يساوي 10، 6 ضرب 2 يساوي 12، 7 ضرب 2 يساوي 14، 8 ضرب 2 يساوي 16، 9 ضرب 2 يساوي 18. لا تنسى عزيزي الطالب بحفظ جدول الضرب العدد 2 حفظا جيدا. قم الآن عزيزي الطالب بحل بعض الأمثلة باستخدام جدول الضرب العدد 2. هل تستطيع عزيزي الطالب إيجاد المفتاح المناسب للقفل المناسب؟ المفتاح الأول العدد 16، المفتاح الثاني العدد هو 10، المفتاح الثالث العدد هو 4. القفل الأول لدي جملة الضرب 2 ضرب 2، القفل الثاني جملة الضرب هي 8 ضرب 2، القفل الثالث جملة الضرب هي 5 ضرب 2. هيا عزيزي الطالب صل المفتاح المناسب مع القفل المناسب. أحسنت، 16 هي ناتج ضرب 8 ضرب 2. ممتاز، 10 هي ناتج ضرب 5 ضرب 2. الأربعة هي ناتج ضرب 2 ضرب 2. أحسنتم. المثال الثاني، عبر عن جملة الضرب الآتية برسم 6 ضرب 2 تساوي 12. تحدثنا سابقا عن مكونات جملة الضرب. 6 هي المضروب فيه وهي عدد المجموعات. إذن سأقوم برسم 6 مجموعات، 1 2 3 4 5 6. الاثنان هي المضروب وهي عدد العناصر في المجموعة الواحدة. إذن سأقوم برسم عنصران في المجموعة الواحدة. اثنا عشر هي ناتج الضرب وهي عدد جميع العناصر التي لدي. أحسنتم جميعا. لنأخذ مثالا آخر، ضع دائرة حول عملية الضرب المناسبة لحاصل الضرب الموجود في المربع. ألف العدد 10 هو حاصل ضرب، نعم، 5 ضرب 2. أحسنتم. باء 14 هي حاصل ضرب، رائعون، 7 ضرب 2. جيم 18 هي حاصل ضرب، أبدعتم، نعم، 9 ضرب 2. أخذ مثالا آخر، أكتب العدد المناسب في الفراغ. ألف المربع الأول ضرب 2 يساوي 16، ما هو هذا العدد؟ ممتاز، إنه العدد 8. باء 6 ضرب يساوي 12، ما هو هذا العدد؟ نعم، إنه العدد 2. جيم عددان ضربهما يساوي 18، ما هما؟ نعم، ممتازون، 9 ضرب 2. مثال آخر، لطائرة واحدة جناحان، كم جناحاً لتسع طائرات؟ إذا لدي طائرة واحدة لديها جناحان، هذه مجموعة واحدة تحتوي على العنصر 2.
إذن إذا كان لدي 9 مجموعات في كل مجموعة عنصران، إذن جملة الضرب هي 9 ضرب 2 والناتج 18. إذن 9 ضرب 2 يساوي 18 جناحا. أحسنتم، شكرا لحسن استماعكم، دمتم في أمان الله وحفظه.